سورة الكافرون أما قل يا أيها الكافرون فضلي هذا محاوي قرمان الأقصى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولن يجوكتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة ذي شناتو أهيت فضائل القرآن أما قرآنك فضلي آيضو أما السورة ذو قرآنك كجرو وفضائل كوني كسو أروري إنا كشيكينو حلقة ذا كوبات وحان كسو شيكينو سورة الفاتحة فضلي هذا إي وقت قل أقرستو حلقة ذا لبات آية الكرسي فضلي هذا إي وقت قل أقرستو حلقة ذا سدحات لبات آية قدام بيس سورة البقرة كجرت آمن الرسول وقت قل أقرستو إيو فضلي هذا حلقة ذا أفرادنا وحان كسو شيكيني سورة التبارك فضلي هذا إي وقت قل أقرستو ما أنت وحان كشيكينينا قل يا أيها الكافرون أما سورة الكافرون فضلي هذا إيه وقت قلع وحال قوري صحابي الجليل نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال لي رسول الله رسولك وحيري أشجعوا اقرأ قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون أقرسوا ثم نم أما ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك قل يا أيها الكافرون أقرسوا مركاد ميسيد كدب سيحو متقانا وحا هيريسيد وبراءة من الشرك شركي قال لماذا بركة هذا بين كاس أقرساتيد حدا بصورة دان ولا ليال أوصاص أقابا أوصاص أقيمها بضا أن كد ذالنا وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين حتى بولا للحدا جعشت إنا بريك النقطة تشركيك هبين والبو إنتا ذن سيحان أقلسو وصورة قابن حل دقيق نيكا قاطع لغيابا ولا لها كران أسي قد بي سي آغا فائديستان جزاكم الله خير بارك الله فيكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله